الحظ ما بيجيش واحنا بننتظر، احنا بنشتغل بنسعى بنعمل خطط بنتابع كل الوسائل. هنا ساعتها بيجي الحظ، بيجي الحظ. عشان كده ده معنى الحديث الديني، احنا ربنا عايزين نطور العقل الديني. العقل الديني ان انت مش مستني ان ربنا يديك، انت بتروح الاول ربنا وبعدين هو يديك. من تقرب مني شبرا تقربت منه باعا، من اتاني يمشي اتيته هربانا. ها؟ عارفين نفس المعنى الديني ده؟ هو نفس المعنى بتاع الحياه بتاع الدنيا بتاع الدبلوماسيه بتاع السياسه. لازم انت الاول تقرع الباب حتى يفتح لك الايه؟ الباب. مستنيه البطل المنقذ، مستنيه المخلص، اللي هي نظريه الاب اللي بيأكل ومش كل حاجه. حد قرا كتاب الامير الحظ الفرتونة، بس الفرتونة مش قايمة كده على ان هو ماشي في الشارع يقع عليه فرتونة. الحظ هو بيتدبر وبيعد، والحديث ليس مع خصومه في أسرته أو في مجتمعه، هو خصومه خارج مدينته. بمعنى انك تكون ميكيافيلي ضد اعداء وطنك، لكن مع ابناء جدتك تكون قمه الامانه والصدق والصراحه والوضوح. هو ده اللي انا اقصده.